بمجرد ما أعلنت أنه ما بدها ترجع وما حابة تبقى، حتى شعرت أنه الكل ابتعدوا عنها. بس الحقيقة ما حدا مزعل ليان. حاسة حالي قضيت 3 أشهر هيك على الفاضي، ولا حد فارق علي إشي. يقولوا لا آخر ليلة وينها، خليها تقعد معنا زلخ. ها ليش أحكي زي إيش؟ اسكتي برادة تخبيص حكي. شو اسكتي؟ مش تخبيص حكي، حطي حالك محلي بعدين تقولي لي تخبيص حكي. شو اللي ما فهمتك يعني بالضبط؟ كيف ما حد فارق علي؟ طيب. أنت طالعة ولا يعني إشي؟ خلص أنت طالعة؟ وات ايفر. ولا مين طالع أميمة؟ مضحك على بعض قاعدين. إيه جينا قعدنا فوق ومثلا قعدتي واحنا امنا وتركنا. خلص 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 جيتي فوق قلتي لي يلا منين؟ طيب بدنا منين؟ شو عم بحكي لا. عنك بس انت عم بحكي عن الكل. ان جنرال فيش غير دادو اللي محسسني انه عن جد زعلان اني طالعه. طيب احنا دلوقتي في حد فينا خارج بكره؟ اتفقنا؟ خلاص اوكي عن وشك بس كده اتفقنا؟ ماشي. في حد بكره خارج؟ حبيبي مش في حد، تضحكوش على بعض. خلص انا طالعه وفيش حد مهتم. نقطه. ما بدي اقوم من تختي. مين؟ لا ما حدش مهتم. فين ده؟ ليان؟ وخر وخر وخر. انت هتخش؟ وخر. ايه طلبت بعياط؟ وريني. طيب بس ايه والاحرام؟ خلاص ما قلناش الاحرام ولا حاجة. تلبسينا توم والله. زي خنشوف خنشوف ظلميت. خنشوف ليان. مش عاد ليان 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 ليان. يا الله ليان ليان. وانتي طب طلعت ترش عليك ما هتبسطي؟ ها؟ ايه ده؟ ده مش بتاعك؟ السؤال سؤال فرح. لا انا مو انا. السؤال فرح. ليان! خرب بيت النكد، ما احنا خارجين بكره. ليان بأزمة حقيقية، من جهة ما بدها يكون خروجها مثل خروج كريستين بصوت واحد، ومن جهة تانية وجودها إلى جانب أحمد وعبد السلام محرج، ولهالسبب بتلاقي إنه الأفضلية لإلهم. لما انا اقرر اني ما ارجع ما بدي الكل يصوت لي عشان ارجع. لا هذا رح يصير لو انا حقول صوته، مش انه الكل حيصوت لي اكيد. لا لو انا قلت انه بدي ارجع حارجع، بس انا ما بدي ارجع. وانت عارف اولا واخيرا عشان مستحيل اشوفك انت وعبد السلام بتمشوا نظاريهم، مستحيل. هذا اولا واخيرا. ثانيا انا فقعت هون خلص. ما مش بالعكس شايفه انه شهامه يعني. طب I have a question for you. بركي بكره you get big surprise. اذا اخذت تصويت الجمهور بحطه على راسي من فوق، ولما ارجع تصويت الجمهور غصبا عني بدي اشد حالي غصبا عني، احتراما لإلهم ولصوتهم ولوقتهم اللي قعدوا يصوتوا لي فيه. هذا شيء اكيد. طب بالعكس ما هلا هن they love you كمان. Your fans they love you. I love them too. I'm going out to be in contact with them direct. انا ما بدي تلاقي صوتوا لي نقطة. ليه عم بتقولي يا ماما؟ وانا لو رجعت وانا واقف جنبك مش هبقى مبسوط بالطريقه دي. مش عايزه الصراحه يعني. لو عبد السلام طلع بتصويت الجمهور وانا شايف انه انت رجعت عشان انا قلت لهم ما يصوتوا لي. حبيبتي لا بحبوك بدهم اياك ترجع اكثر مني. مش عارفه كيف عم بتفكر يا حبيبتي. الموضوع اصلا وحش. الموضوع وحش. طب ما احنا كنا ممكن ما نمشي كريستين كده. هذا اللي افهمه. وحش في حق الناس كل الناس. لا ده دي وحش ازاي؟ هو انت ليه تقولي وحش ليش؟ وحش بس ليش؟ عن جد وحش ليه؟ ده من ده ليه ما صوتش لكريستين؟ انا ضد كريستين. ليان بس اذا المخلوقه بتطلع ليه ما صوتش لكريستين؟ لا لا وحش. انا سيبك ان ليان عايزه تطلع دلوقتي. انا يعني ليان حب اكتر و سيبك من ليان عايزه تطلع. سيب الموضوع ده على جنب تمام. احنا ليه ما عملناش كده مع كريستين؟ انا ليان قريبه كانت مني اكتر. بس اسال حالك انت ليه ما عملت هيك مع كريستين؟ انا عملت ليه كده مع كريستين؟ انا كنت في الاخر كنت ممكن اديها صوت. ليه ما عملتش كده مع كريستين؟ عشان ده مبدع اللي انا هصوت له. انا محطوط في الاول محطوط في الاخر هصوت. بس لما انا اطلب انه انا ما بدي يتصوت لي انت ليه ليه عم تقول لي عيب؟ عيب حق مين ميدو؟ قول لي فهمني. انا عن جد يمكن مش فاهمه. عيب حق مين؟ بحق مين عيب بحق اللي واقف معاكي مننا. انه ايش عيب؟ انه حناس بتصوت له عشان انت قلتي له ما تصوت لنا. اكيد لا بس انا ام ميكينج شور انه ما يجي لي صوت ثالث. بس بالعكس هو هم لو عايزين يدوك الصوت ثالث يبقى انت تستحقي ترجع احسن من احسن من لك. لا على فكره لا لا طبعا. وانا بقول لك اياها بلساني انا ما بستحق ارجع لما اكون واقفه معكم انتوا الاثنين. بالعكس انا عم بعمل شيء اني حاسه انه انتوا بتستاهلوا ترجعوا اكثر مني. فمش طلعني حشره وتقول لي عيب. وين العيب بالموضوع؟ عن جد ميدو وين العيب؟ كل مره بحطوني مع اقرب ناس لإلي كل مره نفس الموضوع. بدهم اياني ارجع. كيف ارجع؟ من وين؟
مره مع قاق، مره مع ميدو عبد السلام، مره مع عبد السلام. ضل يجيبوا امي ويحطوها جنبي نوميني. لو عايزه مش عايزه ترجعي علشان مش عايزاهم هم يمشوا، ولا مش عايزه ترجعي عشان انت مش عايزه ترجعي؟ لا لا خلاص، انا مخنوقه، ما بدي اكون هون. لا لا نسمع، انا ما بدي ارجع. بريك ومنكون مع ردود فعل الطلاب بعد البرايم 13.